لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج العقرب. برج العقرب النهاردة عندهم القمر مازال معاكس معاهم، ومطلوب من مواليد العقرب ان هم يكونوا متسامحين اكتر ويصبروا اكتر. هم النهاردة بيميلوا لعدم التسامح او لعدم التساهل، لكن نصيحة الفلك ليهم ان هم يصبروا ويتسامحوا لغاية ما الوضع الفلكي ده يعدي، ويكون الصبر والتسامح ده أكبر على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى العائلي.